يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما شهد عليكم الصدق فإن الصدق يهديها البر وإن البر يهدينا الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. هذا فيه حذر من الكذب تحريه والتساهل به. فاللسان يتحرى الصدق ويعني بالصدق إلا فيما رخص الله فيه من الكذب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت في خصة منهن كانت في خصة من عبادة حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاص فجر، وإذا عهد غدر. والشاهد يقول إذا حدث كذب، وأن الكذب من خصال المنافقين، من خصالهم الذميمة الكذب وعدم مبالاتهم. وإذا اؤتمن خان سواء كانت الأمانة دينية أو مالية، وإذا خاص فجر يعني كذب في خصوبته وفجر، وإذا عهد قد